ABC français avec Manal. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on est avec zéro français. صفر فرنساوي. ما تنساش تدعمنا سبسكرايب اشتراك لايك لو الفيديو عجبك تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. On commence. نبدأ باللايف بتاع النهاردة وهنتعرف فيه ان شاء الله على الخمس ارقام اللي بعد وهنكمل مع بعضينا لي نومبر لي نومبر. طيب قبل ما نبص على الارقام اللي مكتوبة بالحروف تعالوا نتعرف عليها من غير ما نبص على كتابتها. هقولهم تاني 1 2 3 4 4 5 5 6 6. هنبدأ بقى من أول رقم 6 معانا 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 0 0. نقراهم تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 0. تعالوا نتعرف عليهم بالحروف 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7. هنا البي مش هننطقها 8 8 9 9 10 10. تاني 6 6. مش عايزين نركز قوي واحنا بننطق اي كلمة جديدة ناخدها. هنا ليه اتنطقت كده وهنا ليه نطق غريب وهنا ليه مش ماشي مع الحروف اللي مكتوبة؟ لان احنا قلنا ان في قواعد نطق كتيرة جدا هناخد حاجة بسيطة منها كل مرة. فاحنا عملنا ايه في الاول؟ احنا تعرفنا عليهم من غير ما نبص على الحروف بتاعتهم وبعد كده بصينا عليهم. فاحنا ياريت نتعرف على الكلمات ونحفظها شفوي الاول ونركزها كويس قوي شفوي، بعد كده نبتدي نتعرف على الحروف بتاعتها وما نقارنش النطق بالحروف لحد ما ناخد قواعد النطق ونفهمها كويس جدا. نكمل ونقولهم تاني 6 6 7 7 8 9 9 10 10. كده احنا خلصنا لنمبر الارقام لحد 10. تعالوا نبدأ في جزء صغير من الجرامير القواعد وعايزين كده هوت نبتدي نهيئ نفسينا ان احنا ان شاء الله من المرة الجاية هنبدأ نكون جملة، وممكن من المرة دي كمان هنبدأ نكون جملة بسيطة باللغة الفرنسية. نبتدي نتعرف الاول على les types de phrases. Les
تيب دو فراز. يعني ايه اللي تيب دو فراز؟ يعني انواع الجمل او انماط الجمل. عندي كام نوع من الجمل في اللغة الفرنسية؟ عندي أربع أنواع من الجمل اللي عندنا. هندرس منهم النهاردة كام نوع؟ نوع واحد بس هنتعرف عليه من الأربعة دول، وهي la phrase déclarative. phrase معناها الجملة. phrase déclarative، الجملة الخبرية. مش عايزة نتضايق من العنوان بتاع القاعدة اللي هناخدها، ولكن لابد ان احنا نتعرف عليه، نمر عليه مرور الكرام. اللي يهمني المحتوى او الفهم اللي هيجي بعد شوية، فاحنا ما نتضايقش من الكلمة الكبيرة اللي احنا شايفينها قد ما هنفهم هو عايز مني ايه بعد شوية صغيرين. طيب، يبقى احنا اتفقنا ان عندي اربع انواع من الجمل في اللغة الفرنسية. هناخد النهاردة منهم نوع واحد اللي هو la phrase déclarative، الجملة الخبرية. بالعربي كده جملة خبرية، يعني هي مش سؤال. يعني بتبدأ بإيه؟ بتبدأ سوجي بفاعل. الفاعل عندنا في اللغة الفرنسية اسمه سوجي. سوجي سوجي سوجي، يبقى السوجي هو أول حاجة في الجملة بتاعتي، الجملة الخبرية اللي بنبدأ بيه الجملة. تاني عنصر عندي في الجملة الخبرية هو verb. verb الverb هو أساس الجملة اللي عندي، يعني مفيش جملة هتتعمل في اللغة الفرنسية من غير الverb. verb يبقى sujet verb complément 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 اللي هو المكمل، او بنقول عليه المفعول به بالعربي. يبقى الجملة اللي عندي في اللغة الفرنسية، الجملة الخبرية la phrase déclarative، بتتكون من ايه؟ بتتكون من ثلاث عناصر: sujet الفاعل، verb الفعل، complément المكمل بتاع الجملة اللي بكمل بيه الجملة اللي احنا بنقول عليه في العربي عندنا المفعول به. طيب، يبقى انا كده اتعرفت على عناصر الجملة اللي انا هشتغل بيها لمدة. تعالوا نعرف اول حاجة في الجملة اللي هو السوجي. السوجي الفاعل، مش هتطرق ليه قوي، مش هخش في القواعد بتاعت الجرامير قوي مرة واحدة. انا عايزة اخد حاجات اساسية بسيطة اقدر اشتغل بيها في المعاملة بتاعتي وانا باخد كلمات، عشان اقدر اتكلم على قدي، على قد المحتوى اللي انا باخده باللغة الفرنسية. طيب، السوجي اللي عندي الفاعل ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اسم، علي، منى. ممكن يكون كلمة، المدرس، المدرسة. ممكن يكون ضمير. ممكن يكون ايه؟ ضمير. انواع الفاعل عندي هدرسها لكم قدام شوية، ولكن انا عايزة ابدأ بايه؟ عايزة ابدأ بالفاعل personnel. les pronoms personnel اللي هي الضمائر الشخصية. وهنا انا بحط ايدي على اول حاجة في تكوين الجملة الفرنسية. les pronoms personnel، الضمائر الشخصية. عندي ضمائر شخصية خاصة بال singulier. يعني ايه singulier؟ يعني المفرد. singulier 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 يعني مفرد. وعندي ضمائر خاصة بالجمع pluriel 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 pluriel. يبقى عندي les pronoms personnels
الضمائر الشخصية اللي خاصة بالفاعل اللي هو أول عنصر في الفراز بتاعتي، أول عنصر في الإيه في الجملة عندي. طيب الضمائر الشخصية اللي عندي أول حاجة أهي بتشاور على نفسها، يعني معناها je 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 يعني أنا je je. طيب جمعها إيه؟ جمعها نو 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 يعني نحن، يبقى je في singulier في المفرد، جمعها نو في البلوريال في الجمع، يبقى دي أول ضميرين خدناهم. طيب واقفة وبتشاور، بتكلمها وبتشاور عليها، فبتقول لها إيه؟ بتقول لها أنتي أنتي يعني tu 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 tu، تمشي أنت وتمشي أنتي، يعني ينفع أوجه لولد وأشاور عليه وأقول له tu أنت، وينفع أوجه لبنت وأشاور عليها وأقول لها tu أنتي. جمعها إيه tu؟ جمعها vous يعني إيه vous؟ vous يعني أنتم. هي واقفة وبتشاور عليهم أهم، تمام، فبتقول لهم أنتم vous. يبقى تاني je nous tu vous. نيجي بعد كده البنوتة واقفة بتشاور على الولد ده فبتقول عليه il 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 معناها هو. طيب هنا ولدين، احنا ما عندناش في اللغة الفرنسية مثنى، عندنا singulier مفرد، عندنا pluriel جمع، مفيش مثنى في اللغة الفرنسية، فهم مريحنا في الحتة دي، لا مفرد لا جمع، مش زي العربي. يبقى عندي المفرد il هو، يبقى الجمع بتاعها ايه؟ هم، il avec s، il avec s، il il avec s، il avec s. كلمة اللي احنا بنسمعها اللي اسمها avec، avec معناها مع، avec s يعني il ومعاها s، il avec s، il avec s، بس احنا بنخطفها il avec s، يبقى il هو، il avec s هم. طيب هنا بتشاور عليها هي elle elle elle، هنا بتشاور عليهم هم البنات، هتقول elle ها زي اللي فوق دي، ها هنا قلنا il avec s، طب هنا هقول ايه؟ هقول l avec s، l avec s، l avec s، بس نخلي بالنا ان في النطق هي لوحدها كده دي اسمها il avec s، ودي لوحدها اسمها l avec s، ولكن لما اجي انطقهم هقول il وهقول l، يبقى النطق في المفرد هو هو النطق في الجمع il il، لو انا بنطقهم في الجملة ال ال. نراجع تاني je nous tu vous il il avec s، او هنقول عليها il في الجملة ال ال avec s، او هنقول عليها ال اما تيجي جوه الجملة. دول كان اسمهم les pronoms personnels، les pronoms personnels الضمائر الشخصية، ولكن الضمائر الشخصية الخاصة بإيه؟ اللي خاصة بالسوجي، سوجي إيه هو السوجي؟ افتكروا معايا، هو الفاعل، هو أول عنصر من عناصر الفراز، فراز يعني الجملة. اتعرفنا على الضمائر الشخصية بتاعت الفاعل في حالة singulier المفرد je tu il elle، وتعرفنا على الضمائر الشخصية في حالة الجمع pluriel هي nous vous il avec s
ال افيك اس. واحدة تانية بشكل آخر، جو. الجي أبوستروف هنا دي أنا الصورة جبتها عشان الحتة الصغيرة دي. قلتلكوا أما جينا شرحنا ليفويل الحروف المتحركة، قلنا إن هي هتلعب دور قوي جدا في القواعد. الجي أبوستروف هنا علشان لو جه بعديها حاجه بادئه بحرف فويل يبقى هتبقى ابوستروف. الاو بتاعتها هتتمسح هتتشال وهيتحط بدلها ابوستروف. جو، نو، تو، فو، إل افيك اس، إل افيك اس. انا، نحن، أنت، هو، هم، هي، هن. دول ضماير الفاعل، وطبعا الضماير ممكن تحل محل كلمات أو ممكن تحل محل أسماء. طيب أدي أول عنصر من عناصر الجملة. نيجي على تاني عنصر من عناصر الفراز اللي عندي وهو فيرب. Le verbe اللي هو الفعل. الأفعال في اللغة الفرنسية الفرنسيين أما جمعوا الأفعال لقوا إن الأفعال دي آخرها واحدة من أربع نهايات. عندي أربع نهايات، يعني آخر حروف في الأفعال بتاعت اللغة الفرنسية بتبقى ليها نهايات معينة. النهايات دي محصورة في أربع نهايات هنتعرف عليهم إن شاء الله بعد كده. ولكن بعد أما جمعوا الأفعال ولقوا إن كل الأفعال اللي عندهم بتنتهي بواحدة من الأربع نهايات دول، عملوا إيه؟ قسمهم لنا. قسموا الفربات لثلاث مجاميع، مجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة. نظموا الفربات بمعنى أصح. طيب الفرب اللي هنتعرف عليه النهاردة هو فرب من المجموعة التالتة، المجموعة الشاذة اللي ملهاش قاعدة معينة علشان نذاكرها بيها. الأفعال عندنا في اللغة الفرنسية عشان تحفظها لازم تذاكر كل فرب مع الضمائر الشخصية اللي احنا اتعرفنا عليهم كلهم. يعني اي فرب هتاخده من هنا ورايح هتحفظه مع الايه، مع جو ومع تو وإيل وإل ونو وفو وإيل افيك اس وإل افيك اس. يبقى الفربات عندي لازم احفظ تصرفها او اعرف اصرفها مع كل الضمائر اللي عندي. طيب ادي الضمائر. جو معناها مين يفتكر؟ انا، تمام. تو، انت او انتي. إل، هو. إل، هي. نو، نحن. فو، انتم. إل افيك اس او إل اما نيجي ننطق بقى جملة هم. إل افيك اس او إل اما نيجي ننطق جملة هن. طيب الفيرب اللي عندنا النهاردة اسمه اتغ. اتغ اتغ يعني ايه؟ اتغ يعني يكون. يبقى الفعل اللي هنتعرف عليه النهاردة هو فيرب او فعل يكون. يلا بقى معايا ننطقه بالراحة. جو سوي سوي سوي. مش عايزين تاني افكركم نقارن ما بين النطق وما بين اللي احنا شايفينه الحروف اللي مترصصة. دي قواعد هنتعرف عليها واحدة واحدة. يلا انا اكون يعني ايه؟ نردد ورايا. جو سوي هنطقها بالراحة وبعد كده نخطفها ونتعود ان احنا دايما ننطق بالراحة جدا جدا لحد ما نعرف نتقن الكلمة. مش مشكلة عندي البطء قد ما يهمني ان الاكسون او اللفظ طالع مظبوط. بعد كده انت ما تتعود على النطق ابتدي سرع واخطف الايه
القرايه بتاعتك، لكن ما تقراش ابدا، ما تفرحش ان انت بتقرا بسرعه وفي حاجات غلط قد ما تفرح ان انت بتقرا ببطء بس مطلع الاكسون صح، الصوتيات صح، الكلمات نطقها صح. je suis suis je suis je suis je suis يعني ايه je suis؟ يعني انا اكون. طيب tu es tu es tu es. تعالوا نخطفها، الفرنسيين بيقولوها tu es tu es tu es. il est. طبعا لو لاحظنا النطق هنا هو نفس النطق هنا. il est il est. ولو لاحظنا كمان ان هو إل وهي إل، دايما دايما هنلاقي تصريف الفيرب معاهم واحد، الاتنين بياخدوا نفس تصريف اي فيرب. تمام، يبقى تعالوا نخطفها بقى كده في النطق. إلي 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 إل إل إي إل L A. ننطق العمود ده تاني. Je suis je suis tu es tu es il est il est elle est elle est. تمام، je suis معناها ايه؟ ها معناها انا اكون. تمام، tu es معناها أنت أو أنت تكوني. إلي ها تمام هو يكون. إلي ها هي تكون. تعالوا ده كان إيه؟ ده كان العمود بتاع الإيه لو تفتكروا، بتاع المفرد. مفرد يعني إيه بالفرنسي؟ سانجولي سانجولي. تعالوا ندخل على العمود بتاع الجمع. جمع يعني إيه؟ ها بلوريال بلوريال. طيب نبدأ. نو سوم نو سوم نو سوم نو سوم نو سوم. يعني ايه نو سوم؟ الجمع بتاع جو سوي. يعني ايه جو سوي؟ كانت انا اكون. يبقى نو سوم معناها نحن نكون. تمام، طيب نيجي هنا. فو ات فو ات، دي لوحدها اسمها اسمها ايه؟ اسمها فو. تمام، دي لوحدها اسمها ات. اسمها ايه؟ ات. طيب بس تعالوا بقى اسمعوا كده هوت اول ما نشبكهم الاتنين في بعض. بصوا الصوت اللي هيطلع. فو زت فو زت فو زت. ايه اللي اختلف؟ سمعنا ايه هنا؟ سمعنا صوت زن، صوت حرف زي عامل زي الزد. طب الصوت ده جه منين؟ الصوت ده قاعده من قواعد النطق اللي هنتعرف عليها قدام شويه. يبقى احنا هنا اما نيجي ننطق دي على بعضها، طبعا احنا مش هننطقها كل واحده لوحدها، استحاله، احنا بنعمل فراز، بنعمل جمله، والجمله لازم يكون فيها سوجي ولازم يكون فيها فيرب، والاثنين واحنا بننطقهم هيتشبكوا ببعض او هيتنطقوا بسرعه ورا بعض. فاحنا دي اسمها نو صم. Vous êtes vous êtes vous êtes. نيجي تحت. ها احنا قلنا دي اسمها ايه؟ اسمها لوحدها il avec s، ولكن احنا هنا في جمله ما ينفعش نهائي خالص نقول avec s دي خالص. قلت لكم نطقها بتبقى زي نطق المفرد بتاعها، يعني هنا دي نطقها il، هنا دي نطقها il زيها، تبقى il son il son il son il son. طب هنا ها دي كانت نطقها ايه لو نفتكر؟ كان نطقها ال ال، تبقى دي كمان نطقها ايه؟ نطقها
ال، محدش يقول لي بقى نطقها ال افيك اس. الكلام ده لو انا بعرفك الضمير لوحده اسمه ايه، لكن طالما في جمله، طالما في بعديه فيرب، يبقى انا ساعتها لازما امنع حته افيك اس، انطق الضمير زي ما هو. ال ال سون ال سون. تعالوا نعيدهم تاني. نو سون نو سون. vous êtes vous êtes. ils sont ils sont. elles sont elles sont. ده كان verb être être être. نفتح بقنا كده هوت خالص واحنا بننطقه، عشان النطق او الصوت اللي طالع من الحرف ده هيبقى مفتوح قوي قوي. être être، لازم بقنا يبقى مفتوح كأننا عاملينه على شكل مربع شوية. ايه ايه être être. je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. ده كان verb être. طيب طبعا verb être معناه يكون. خدنا دلوقتي سوجي الفاعل، وخدنا verb être يكون، ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الكومبليمون. طيب كومبليمون ده مش هنتكلم عليه النهارده، اللي هو المكمل بتاع الجمله اللي هو المفعول، بس نقدر نضيف حاجه بسيطه من عندنا. لو انا عايزه اقول انا اكون منال، هقولها ايه؟ جو سوي منال جو سوي منال. ممكن اقدر اعرف نفسي بالفيرب اللي خدناه النهارده واقول جو سوي منال. اقول لك انت تيي منى، الي علي، الي سهى، وهكذا. يبقى احنا كوننا جمله بسيطه من الضمير اللي خدناه، من الفيرب اللي عندي، من اسمنا. تعالوا نيجي لجزء قواعد برضو، وهي لي دي تيرمينون. لي دي تيرمينون. بصوا بقى، الكلمات في اللغه الفرنسيه ما ينفعش تيجي لوحدها. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش زي الانجليش كده اكتب كلمه لوحدها، ما ينفعش زي العربي انا اكون بنت، بنت جت من غير اي حاجه قبليها، من غير اي حاجه حددتها، من غير اي اداه قبلها. عندنا في اللغه الفرنسيه لا، الكلمه بتيجي لازما حاجه قبليها بتحددها. طيب الحاجه اللي بتحددها دي اسمها ايه في الفرنسي؟ اسمها المحددات، اسمها لي ديتيرمينون ديتيرمينون. برضو ما نركز قوي على العناوين بتاعة القواعد قد ما نفهم القاعدة عايزة تقول لنا ايه. ديتيرمينون لي ديتيرمينون، المحددات. يبقى المحددات هي اللي بتحدد الكلمة اللي عندي. طيب انواع المحددات كتيرة، هناخد منها النهاردة بس لي زارتيكل انديفيني. لي زارتيكل انديفيني اللي هي ادوات النكرة. les articles indéfinis ادوات النكره. ايه هي ادوات النكره؟ تعالوا نتعرف على ادوات النكره. عندي ثلاثة ادوات النكره اللي هي الارتيكل انديفيني، ثلاث حاجات. النهارده هشرح بس منهم نوعين اتنين، وهخلي النوع الثالث قدام شويه. طيب النوعين اللي هشرحهم النهارده هما ان، اسمها ايه بقى؟ ان. حد هيقول لي الان دي اتعرفنا عليها فين؟ ها تمام، حد هيقول لي دي شبه رقم واحد اللي احنا خدناه قبل كده، اقول له تمام صح. وعندي ان ان، تاني هنطقهم ان 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 ان. فاكرين نطق الحرف ده؟ الحرف ده كان اسمه ايه؟ اسمه ا ا. فلما اجي انطق الكلمه دي هقول ان ان.
وإن هم أداة نكرة، ولكن أداة النكرة أن هي للماسكولان. ماسكولان ماسكولان يعني ماسكولان؟ ماسكولان يعني مذكر. ماسكولان مذكر. طيب إن هي أداة نكرة للفيمينا. فيمينا فيمينا يعني إيه فيمينا؟ فيمينا معناها مؤنث. يبقى أنا عندي حاجتين، خلي بالكو إن الحاجات اللي أنا بقولها دي قدام شوية خلاص هنبقى تعرفنا عليها. هتلاقوني بطلت أقول مفرد مذكر، بطلت أقول مفرد مؤنث، وهنتعامل بالفرنسي. ولكن في الأول كده علشان أنتوا لسه في البداية، فنبتدي نتعرف على الحاجات دي ترجمتها إيه، وبعد كده نقلبها بقى فرنسي عشان هنبقى شطار وخلاص تعرفنا عليها. فانا عندي يعني ايه مذكر بالفرنسي؟ يعني ماسكولان 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 ماسكولان. يعني ايه مؤنث باللغه الفرنسيه؟ يعني فيمينا فيمينا فيمينا. يبقى الان هي اداه نكره. يعني ايه اداه نكره؟ يعني ارتيكل انديفيني، اداه نكره للمفرد المذكر. مفرد يعني ايه؟ اتعرفنا عليها من شويه، يعني سانجولييه سانجولييه سانجولييه. يبقى ان هي اداه نكره ارتيكل انديفيني للسانجولييه ماسكولان للمفرد المذكر، والان هي اداه نكره ارتيكل انديفيني للسانجولييه فيمينا للمفرد المؤنث. طيب يعني ايه اداه نكره؟ احنا في العربي ما عندناش حاجه اسمها اداه نكره. احنا في العربي عندنا كلمه بتتحط على طول، اما اجي اقول انا اكون بنت، بنت دي كلمه نكره مش متعرفه، ما فيهاش الالف واللام اللي في اللغه العربيه اللي بنعرف بيهم الكلمه، فحطيتها على طول كده. طب هل في العربي في اداه؟ لا، انا حطيت كلمه بنت على طول من غير اي حاجه. لا، احنا عندنا بقى في الفرنسي عندنا اداه بتتحط قبل الكلمه لو انت عايزه تخليها نكره. الاداه دي احنا قلنا ان هي ان وان. طب في الانجليش بتساوي ايه؟ في الانجليش بتساوي ا وان. اما كنت بتيجي تقولي مثلا ابوك يعني كتاب ما فيهوش الف ولام، ولكن حطينا قدامه حرف الاي أبوك. طيب أما كنت بتقولي في اللغة الإنجليزية an ice cream، an ice cream كنت بتحطيها قدام الكلمة برضو علشان تعبري إن هي كلمة نكرة. فإحنا عندنا أدوات النكرة بتعادل في اللغة الإنجليزية a وan. طيب قلنا هما تلاتة، هما مش اتنين بس، والتالتة هناخدها قدام شوية. طيب تعالوا نتعرف كده بقى، يلا ندخل كمان على كلمات في اللغة الفرنسية. ان شيان، يلا معايا كده انطقوا شيان. شيان شيان شيان. ان شيان يعني ايه؟ ان شيان يعني كلب، مفيش بقى ولا الف ولام ولا اي حاجة خالص، بس لازم نحط له أداة لأن مفيش كلمة في اللغة الفرنسية لو لازم أحط قبليها محدد ديتيرمينون. طيب ان شيان يعني كلب. طيب تعالوا هنا الناحية التانية نتعرف على كلمة فيمينا، كلمة مؤنثة، يبقى لازم أحط لها ارتيكل انديفيني سانجولييه فيمينا، يعني أداة نكرة للمفرد المؤنث. ان موش ان موش يعني ايه موش؟ موش يعني ذبابة. ان موش. ان شيان شيان شيان. موش موش. كده احنا تعرفنا على ادوات النكرة اللي بتتحط قدام الكلمة وتحددها للماسكولان والفيمينان سانجوليه، المفرد المذكر والمؤنث اللي بادئ بمتحرك وبادئ بساكن. تعالوا نتعرف على كلمتين جداد تاني. ان ليفر ان ليفر 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 يعني كتاب. ان ليفر
تحت هنا ان جم ان جم. عايزه اقول لكم حاجه، خلي بالكم على ملحوظه صغيره قوي كده في اللغه الفرنسيه عندنا، ما تحاوليش تقارنيها قوي باللغه العربيه، لان في اختلافات كتير. هتلاقي في حاجات هتلاقيها متشابهه وفي حاجات هتلاقيها مختلفه. من الحاجات المختلفه وبتميز اللغه الفرنسيه قوي ان في كلمات عندنا باللغه العربيه هي مؤنث، لو جينا بصينا عليها في اللغه الفرنسيه هنلاقي ان الفرنسيين بيتعاملوا معاها على اساس ان هي مذكر، يعني الاداه اللي انت هتحطيها قدامها هي اداه مذكره رغم ان ترجمتها عندنا في اللغه العربيه مؤنث. تاني، كلمات ممكن نقابلها هي مؤنث عندنا لكن عندهم مذكر، او العكس، او كلمات عندنا مذكر وهي عندهم مؤنث. هل دي ليها قاعده ثابته معانا؟ لا، ملهاش قاعده قوي، ليها قاعده بسيطه كده ولكن مش هتطبق على الكل. فاحنا دي هتيجي بالممارسه، بالممارسه انت هتعرفي ان الكلمه دي في مينا. يعني ايه في مينا بقى؟ ها، يعني مؤنثه. او الكلمه دي ماسكولا، يعني ايه ماسكولا؟ تمام، يعني مذكرة. طيب ننطق الكلمتين الجداد دول تاني. ليفغ ليفغ ان ليفغ. جوم جوم ان جوم. ان للمسكولان سانجوليه، ان للفيمينان سانجوليه، ودول هما ليز ارتيكل انديفيني، ادوات النكره. طيب تعالوا نتعرف على، احنا خدنا قبل كده لو تفتكروا لسيلاب. يعني ايه لسيلاب؟ تمام، يعني المقاطع الصوتيه. اتعرفنا على مقطعين المره اللي فاتت صوتيين، اتعرفنا على كل الحروف الساكنه اما بيجي وراها حرف فويل، حرف متحرك. طب مين يقول لي بقى ايه هما الحروف المتحركة وعددهم قد ايه في اللغة الفرنسية؟ تمام، عددهم في اللغة الفرنسية كان سيلاتر. يعني ايه سيلاتر؟ يعني ست حروف. خدنا المرة اللي فاتت لسيلاب، لسيلاب اللي هي المقاطع الصوتية، وتعرفنا المرة اللي فاتت على مقطع صوتي مكون من حرفين اتنين. كان ايه هما الحرفين دول؟ كان لي فويل ولي كونسون، المتحرك والساكن. عرفنا كل حرف كونسون اما يجي وراه حرف فويل ايه الصوت اللي بيطلع منه. طيب النهارده هناخد لي سيلاب المكون من تلات حروف. هناخد مقطع صوتي مكون من ثلاث حروف. المقطع بتاعي النهارده لو سون ش، لو سون ش. تعالوا نشوف السي اش مع بعضهم، اما بيجي وراهم حرف تاني او قبليهم حرف تاني بيبقى نطقهم عامل ازاي. لو سون ش بيطلع من صوت، الصوت ده يعني بيطلع من السي اش. هناخد دلوقتي فوكابولير، كلمات قبليها لارتيكل انديفيني، ادوات النكره اللي احنا شرحناها. نسمع كويس. une pêche، une pêche، pêche اللي هو خوخ. une mouche، une mouche، مش يعني ذبابة. un chien، un chien. نقراهم تاني، pêche mouche chien. نركز بس على صوت الش وما نضايقش من بقية الأصوات اللي طالعة في الكلمة، واحدة واحدة الدنيا هتتظبط إن شاء الله. ندخل على صفحة تانية برضو،
ليها علاقة بلسان ش. عندي هنا un cheval, un cheval, un cheval, une vache, une vache, une vache. طبعا cheval يعني حصان, vache يعني بقرة. وبيرجع لنا ان الان للسانجولي ماسكولين, ان للسانجولي فيمينا. صفحة تانية فيها لسان ش. لو بصينا في الصفحة دي انا جايبها عشان اقول ملحوظة. لو بصينا تحت السي اش اللي فوق جنب الجمل هنلاقي فيه شكل زي ما يكون حرف اس طويل كده شوية. كل صوت في اللغة سواء اللغة الانجليزية سواء اللغة الفرنسية ليه شكل صوتي, ليه شكل مرسوم انت اول ما عينك بتقع عليه. يعني لو اديتك الرسمة بتاعت الاس الطويلة دي اول ما تشوفها بعد ما تذاكر يعني هتعرف ان خلاص ايه انا بقولك اكتب لي صوت اللي طالع من الشكل ده. طب الصوت اللي طالع من الشكل الاس الطويلة دي ايه؟ هو صوت الش اللي جاي من الحرفين السي اش. ده اسمه ديسكريبسيون فونيتيك. ديسكريبسيون فونيتيك ايه هو الديسكريبسيون فونيتيك؟ هو الشكل الصوتي بتاع المقطع الصوتي, الشكل اللي بكتبه اللي بعرف اما عيني بتقع عليه اني هيطلع لي الصوت الفلاني. طيب صورة البنوتة اللي عندنا هي رسمالك شكل بقها عامل ازاي وهي بتطلع صوت السي اش, شكله مربع تقريبا كده ش ش. طيب السي اش عندنا كمان كلمة اللي هي شامو, شامو, شامو يعني جمل. عندي كمان تحت un chapeau, un chapeau يعني قبعة. آخر كلمة معانا un chou, un chou. يبقى عندي chameau, chapeau, chou. طيب تعالوا نشوف leçon ش او حرف السي اش مع لفويل. سي اش معاهم هيبقوا شا, شا. سي اش مع او هيدو شو, شو. سي اش افيك اي هيدينا شي, شي. سي اش افيك او هيدينا شو, شو. سي اش افيك U هيدينا شو, شو. وبكده احنا اتعرفنا على لسان ش avec les lettres C H. مرة جاية هنتعرف على مقطع صوتي جديد بإذن الله. يبقى خدنا النهاردة ايه؟ خدنا النهاردة لنمبر وخلصناهم كده من زيرو جوسك عديس, من واحد لحد عشرة او من صفر لحد عشرة. خدنا كمان لفغاز, اتعرفنا ان في كاتر تيب دو فغاز, اربع اشكال من الجمل. وخدنا النهاردة لفغاز ديكلاراتيف, الجملة الخبرية مكونة من سوجي فيرب كومبليمون بوان يعني نقطة. اتعرفنا فيها على السوجي اللي عندنا, خدنا النوع بتاع لي برونو بيرسونيل الضمائر الشخصية je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. خدنا كمان le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont.
كمان خدنا لديترمينون المحددات، وخدنا فيها نوع واحد بس مع السانجولي واللي هو كان الارتيكل انديفيني أداة النكرة، ان للماسكولان سانجولي، ان للفيمينا سانجولي. كمان اتعرفنا على شوية كلمات جديدة زي ان ليفر كتاب، ان غوم استيكا، ان شيان كلب، ان بيش خوخ، ان موش ذوبة، ان شابو كوبا، ان شو كرومب، ان شامو جمل، ان شوفال حصان، ان فاش بقرة. وطبعا اتعرفنا على لسون ش اللي داخل في معظم الكلمات بتاعت النهاردة. كانت معاكم مدام منال، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون شانس، حظ سعيد.